مواصفات فتى احلامك؟ يكون يعني وصل لواحد سيغتان نيفو يعني مفهوم 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 ما ترجميش لو سمحت. يعني يكون دارس ويكون هنا دكتور مثلا؟ واعي. لا مش لدرجه يعني بس واعي واعي الواعي مثقف يعني احنا بنلاقي ناس مثقفه ومش واعيه يعني في ناس كده دارسه بس مش واعيه. في ناس لازم يكون واعي وكمان حلو كده شويه. ايوه حلو كده شويه حلو يعني ويكون راجل بجد يعني متحمل المسؤوليه وكل حاجه حلو. والله مواصفات بسيطه جدا يا جماعه. ايه يا جماعه مالكم فيكم ايه كنا فيكم ايه مشاكلكم؟ لو في مشاكل احنا ممكن نحلها. البوم سمعتيه وحبيتيه اخر البوم مثلا سمعتيه وحبيتيه؟ البوم 90 دقيقه لصاله. حبيتي ايه منه؟ خانه الذكريات. سمعينا بقى. سمعينا حته كام منها. اوكي يلا بينا. يلا دي مش حكايه. يلا دي مش حكايه. يعني مش طالبه درام مش هتفرقش معايا حتى مش هتسيب علامة. ويلا دي هي جت على جرحياني ما الجراح بيكون في قلبي عادياني. ويلا دي جت على جرحياني خلاص يا حلاوه دي الله. مبتدا دوت كوم